أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى قائم على رؤية جلالته الاستشرافية في تحقيق مستقبل آمن ومستقر في المنطقة يتميز بالسلام العادل والشامل فيها. نوه الوزير إلى حرص مملكة البحرين على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط، ومشيرا إلى أن نتائج زيارة الوفد البحريني الثانية لدولة إسرائيل من شأنها أن تسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين خاصة في المجالين الاقتصادي والسياحي. جاء ذلك خلال استقبال السيد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل لوزير الصناعة والتجارة والسياحة في القدس بمناسبة زيارة وفد مملكة البحرين. رحب رئيس وزراء دولة إسرائيل بزيارة الوفد البحريني لبلاده ومؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنمية السلام والأمن في المنطقة، متطلعا إلى مزيد من الزيارات المتبادلة في المستقبل. خلال اللقاء نقل وزير الصناعة والتجارة والسياحة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدا أن نجاح هذه الزيارة من شأنها أن تفتح آفاقا أرحب لمزيد من التعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، خاصة ما يتعلق بالمشاريع التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، وتنفيذ مشاريع مشتركة بينهما تلبي طموح وتطلعات البلدين بما يخدم مصالحهما ويصب في تعزيز عملية السلام والاستقرار في المنطقة.